قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية أكد خلالها أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن جولة السيد الرئيس شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه. سيادتك صدقت على انشاء العديد من المحاور لتخفيف ورصد مناطق شرق القاهره وجنوب القاهره ومناطق غرب القاهره بمناطق القاهره الجديده ومنها الى العاصمه الاداريه. لو اتكلمنا يا فندم عن محور ياسر رزق، محور ياسر رزق يا فندم الهدف من انشائه هو نقل الكثافات المروريه وتوزيعها في مناطق وسط البلد. كان الناس يا فندم بتمشي سيادتك على طريق صلاح سالم والاوتوستراد ويرجعوا الى الطريق الدائري، فخلقنا محور يا فندم جديد يبدا من تقاطعه مع طريق صلاح سالم بطول 9 كيلومتر. تم تأهل المرحله الاولى يا فندم بسيادتك كنت اتشرفنا عليها من شهرين بطول 2 كيلومتر اللي اتقابلتنا فيها تحديات، وتم التنسيق مع كافه اجهزه الدوله. بالنسبه للمرحله الثانيه يا فندم دي طولها 7 كيلومتر تبدا من نهايه شارع 9 وحتى الربط على محور سميره موسى اسفل نفق الاسمرات. محور ياسر رزق يا فندم برضه ان شاء الله جاري اعمال ربطه بكورنيش النيل المعادي عن طريق محور ربط الحضارات بكوبري الدكتور صلاح الشاذلي. يتم تنفيذ كوبري يا فندم في المنطقه دي بطول 900 متر يصل ارتفاعه الى 45 متر يا فندم من الارض الطبيعيه، ثم طريق سطحي حتى الربط على ياسر رزق. بالنسبه يا فندم لطريق كورنيش المقطم بيبدا من مناطق الاسمرات يا فندم ويعتبر محور موازي لشارع 9 هيخفف الضغط عليه ان شاء الله. والطريق ده يا فندم بطول 7 كيلو متر حتى الربط على نهايه شارع 9 تم نهو الاعمال فيها فندم بنسبه 80% متوخي بس يا فندم القطاعات اللي سيادتك ان شاء الله هننفذ فيها الحوادث السنده عشان نطمن ان هو هيبقى ما فيهوش اي مشكله ان شاء الله. الطريق كورنيش المقطم ده يا فندم بدايته راعينا سيادتك ان هو يتربط في محور حسب الله الكفراوي، ونظرا يا فندم لتنفيذ محور ياسر رزق وتنفيذ طريق كورنيش المقطم بالعرض على سيادتك، سيادتك صدقت ان احنا نوحد الاتجاهات بعرض 7 حاره مروريه يمين وشمال محور حسب الله الكفراوي، ويبقى في دوران واحد فقط اسفل طريق دائري ثم الربط على مناطق زهراء المعادي. احنا حررنا ومش حررنا بس، حررنا وسهلنا الحركه في شرق القاهره تمام الكلام اللي احنا قلنا عليه، ثم ابتدينا نقرب شويه بشويه لغايه لما وصلنا احنا بنتكلم على رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبه وشبرا الخيمه اللي هي المناطق اللي مليانه زحمه. طب احنا عملنا كده ليه؟ احنا قلنا ان الناس هنحاول نيسر الحركه في القاهره، مش كده؟ شرق وغرب، شرق القاهره وجنوب القاهره وجنوب القاهره وغرب القاهره اللي بنعمله دلوقتي في الفيصل والهرم والجيزه، مش كده؟ تمام سيادة والشيخ زايد. طيب هنا بنعمل كده ليه؟ عشان كل الهم او كل المصلحه اللي احنا بنعملها ان حجم الحركه اللي داخل الكتله السكانيه الضخمه اللي جوه القاهره اللي ما كانش فيه حل، لان احنا لو حبينا نعمل تحرير لحركتها بشكل زي اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم جدا من المنشآت، صح كده؟ تمام يا فندم. فقلنا ايه؟ نخلي نحرر لهم الحركه اللي رايحه لهم. بالظبط. بس النهارده اللي يخرج يخرج بسرعه. اللي يخرج ايه؟ يخرج بسرعه. يخرج بسرعه، لما يخرج بسرعه يخلي يخفف الضغط ما امكن على الايه؟ على المنطقه على المنطقه اللي في النص، مع الوضع في الاعتبار ان احنا مش ساكتين. مش ساكتين يعني ايه؟ احنا بنتكلم على مدينه المقطم. أيوة. مدينه المقطم كان بيخدمها شارع 9 بس. بالضبط. بالمناسبه يا احمد انا كنت قلت المره اللي فاتت وانتوا في شارع 9 انا عارف انه صعب ان انت تشيل حاجه فيه، لكن على الاقل حسنوا من خواص الشارع. تم نهو فندم عمل التخطيط بالكامل وتتم العرضه على سيادتك. طيب. باستغلال كل المسطحات المتاحه ان احنا نحقق عرض بدل ما هو 5 حاره يبقى 6 حاره ان شاء الله ما امكن. يبقى شارع 9 موجود، ثم بعد كده لما نخلص ان شاء الله
محور ياسر رزق والكورنيش، هيبقى الحركه للمقطم ايه؟ يسير سواء كان للناس اللي في المقطم او للايه؟ للمارين من خلال، مش كده؟ تمام يا فندم. وبالمناسبه انا سعيد جدا ان كنتوا بتعملوا التاكسيات الخرسانه ديت عشان ما يحصلش انهيارات بعد كده. بالظبط، مش كده؟ لحمايه الاكلاب يا فندم. الكلام ده مهم قوي ان الناس تعرفه. بالظبط. ده من التكاليف ايه؟ كبيره جدا. كبيره جدا، وانا شايفه بيتعمل هنا برضه. مش بس يا فندم بيتعمل هنا عشان نربط كمان مناطق الهواء المصري يا فندم بمناطق الكورنيش المغطى. انا عايز اقول حاجه للناس اللي بتسمعنا هنا، اي حاجه احنا بنعملها هنا احنا بنعملها طبقا لاصول على اعلى مستوى. بالظبط يا فندم. مش بنعمل موضوع يعني، لا مش بنشق طريق. الناس فاهمه برضه النهارده عشان اعمل حوايط ساندا كيلو، ده ارقام كبيره جدا. ونعاد عشان في النهايه تيجي تجد الناس الحركه ديت سهله ليها، يمكن الناس تقول لك التكلفه دي كتير، يمكن وهي كتير حقيقي، لكن في مقابل حجم الحركه وتخفيف الاثار بتاعت التلوث، الكلام اللي احنا بنتكلم فيه الدوله اشتغلت فيه من بدري قوي. وانا عايز اقول ايه، الكتله دي بالكامل اللي كان يصعب الحركه فيها، انا عايز اقول للناس يا ترى احنا بنتحرك فيها ازاي؟ طب كان ممكن نتحرك فيها من غير الجهد اللي اتعمل ده والمشاريع اللي مئات الكباري والطرق اللي اتعملت في المنطقه دي وبتتعمل في كل حته في القاهره على الاقل عشان نخفف الاثر بتاع الزحام ال 20 مليون مواطن موجودين. تمام يا فندم. كمان احنا سيادتك بنستغل الفرصه دي في ان احنا بنجدد جميع البنيه التحتيه الموجوده في المنطقه بالكامل. هنخلص امتى؟ ان شاء الله 30/12 هنخلصه كله يا فندم، بس هنستاذن سيادتك ان القطاعات اللي فيها الحوائط السنده بس عمل التصميم جاري، وهنقدم سيادتك مخطط زمني في خلال يعني فتره قريبه ان شاء الله، مش هنتاخر كتير، ولكن احنا هنفتح الطريق ان شاء الله في التوقيت اللي سيادتك عملته، يعني 30/10 هيبقى في اتجاه مفتوح، حتى لو في بعض القطاعات فيها اعمال هنفصل عليها حركه. طيب عشان بس يبقى الطريق برضه شغال ان شاء الله. برضه دايما السؤال اللي بساله لكم دايما واحنا موجودين، هل انتوا شايفين بتواجدكم في المنطقه حاجه ممكن نعملها نيسر اكتر على الناس في حركتهم، او نفتح مجال لاماكن، الاماكن دي بالظروف الحاليه ما تسمحلهمش بالاستفاده منها؟ هو فندم ان شاء الله زي ما قلت لسيادتك ان احنا ان شاء الله شارع 9 ده باذن الله خلاص في خلال فتره قريبه هيتعرض على سكه تطويره، ويتم دراسه ان شاء الله يا فندم انشاء محور موازي لشارع 9 من ثم العرض على سيادتك في حاله التصديق. المحور ده هو كده بالظبط يا فندم، من اول سيادتك اللي محور الكوبري عمر سليمان هيمشي سيادتك، كان في مسارات قديمه في بندرسها يا فندم دلوقتي وهيستعملها على سيادتك. فاحنا سيادتك هنوضح لحضرتك احنا ان شاء الله بمجرد نهوى اعمال محور ياسر رزق ده قدرنا نبدا بمحور موازي كامل طوله 21 كيلو متر يا فندم، موازي للطريق الدائري بيربط يا فندم ما بين مناطق جنوب القاهره اسف ومناطق شرق القاهرة يا فندم ومنها للقاهرة الجديدة، طوله 21 كيلو متر يا فندم موازي كامل، وده يا فندم هيساعدنا إن شاء الله إن احنا أولاً نخفف زمن الوصول للرحلات من مناطق العباسية ومناطق كورنيش النيل سيادتك، وفي نفس الوقت هيقلل استهلاك المحروقات يا فندم معانا، إن يا فندم كانت القاهرة يا فندم سيادتك مدروس إن في سنة 2020 لو ما كانش حصل التطوير اللي احنا فيها يا فندم دلوقتي كانت القاهرة السرعة اللي أنت دي فيها عن 10 كيلو متر في الساعة. طب أنا برضه يهمني في النقطة دي حاجة حلوة. اتفضل يا فندم. احنا الكلام ده المرة اللي فاتت لما اتكلمنا قلنا يا جماعة خلي بالكم المحاور اللي احنا بنعملها ديت الهدف منها إن أنا أخفف الحركة على صلاح سالم. تمام سيادتك. مش كده؟ وأنا عارف إن في تطوير لصلاح سالم. إن شاء الله. وهنا يهمني أقول لكل الناس اللي بتسمعني اللي ليهم تواجدات على محور الحركة بتاعتنا، سواء كانت مقابر ذات قيمة لشخصيات احنا بنقدرها وبنحترمها او ذات اثر تاريخي. انا بقول الكلام ده عشان الكلام ده انا بشوفه وبسمعه ان يقول لك ايه اللي هيشيلوا المقبرة بتاعت فلان ويشيلوا مش عارف. لا 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 يمكن ابدا ان احنا هنعمل ده تجاه مناطق فيها مقابر لشخصيات نقدرها ونحترمها او للمناطق الايه الاثرية. بنعالج ده يا اما بكباري مش كده يا احمد؟ تمام يا فندم. انا ده مهم ان انت تقولوه عشان الناس تبقى ما تدوش فرصه لحد ان هو يعني ايوه يشوه الجهد اللي انت بتعمله. في بعض المحاور يا فندم تم نهواها بالفعل، اسمعني سيادتك اشرحها لسيادتك بصوره مختصره. اولا يا فندم محور عمر سليمان، محور عمر سليمان يا فندم بيبدا من تقاطعه مع محور الشهيد، ثم اعلى محور المشير محمد علي فهمي، وحتى الربط على محور جمال عبد الناصر عن طريق كوبري اعلى الطريق الدائري. محور جهان السادات يا فندم واللي تم تنفيذه بالتعاون بين هيئه انسيه لقوات المسلحه وجهاز التعمير، واللي بيبدا من تقاطعه مع شارع رمسيس، والهدف منه نقل تخفيف الكثافه المروريه في الكتله السكنيه المزدحمه في وسط البلد والعباسيه،
وسيادتك بيمر يا فندم اسفل طريق صلاح سالم ثم اعلى محور الاوتوستراد واعلى محور امتداد المشير طنطاوي ثم اعلى محور الشهيد وحتى وصولا الى محور الميثاق. محور الميثاق سيادتك يا فندم بيمر بدءا من نهايه محور جهان السادات واعلى شارع الحسن المامون ثم اعلى محور شينزو ابي عن طريق كوبري ثم اعلى ثم يتقاطع مع بدايه محور المشير محمد علي فهمي وحتى الرد بمناطق القاهره الجديده عن طريق محور نجيب محفوظ. محور شينزو ابي يا فندم اللي بيبدا من تقاطع مع محور الشهيد ثم يمر اسفل شارع حسن المامون واسفل محور الميثاق ثم يمر اسفل شارع مصطفى النحاس وكوبري طوله كيلو و200 متر يا فندم يمر داخل مدينه الامل ثم موازيا لطريق السويس وتم مراعاه تحرير الحركه المروريه في المحور الموازي لطريق السويس عن طريق تنفيذ عدد 3 كوبري مررت على محور نجيب محفوظ مناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري الفنان سمير غانم. لو اتكلمنا يا فندم عن المحاول اللي جاري تنفيذها حاليا اتكلم يا فندم على محور سميره موسى. محور الدكتور سميره موسى يا فندم بيبدا من تقاطعه مع شارع جمال محمد علي اللي تم ربطه بمناطق القاهره الجديده عن طريق كوبري فريال عبد العزيز. تم تنفيذ على المحور يا فندم عدد 1 نفق وجاري تنفيذ عدد 2 نفق يا فندم في منطقه قلب شمال محور المشير ويمر المحور ايضا فوق محور المشير عن طريق كوبري المونوريل اللي وصل ارتفاعه ل 25 متر ثم يمر بكوبري اعلى محور عمر سليمان ثم يمر يا فندم بكوبري اعلى محور المشير محمد علي فهمي وكوبري اعلى محور الشهيد وينتهي المحور عند ربطه بمحور ياسر رزق اللي سيادتك مشرفنا عليه عن طريق نفق الاسمرات اللي امام سيادتك. احنا هنخلص تمام يا فندم. احنا ان شاء الله يا فندم طبعا نهو الزمن تم نهو المرحله الاولى الحمد لله في ياسر رزق 100%. المرحله الثانيه سيادتك بالنسبه لتنفيذها دلوقتي 64% ان شاء الله الاتجاه الجنوبي القادم من صلاح سالم وحتى سميره موسى الاتجاه ده ان شاء الله هنخلصه 30/10 باذن الله بالكامل. في حاجه ثانيه يا احمد؟ اوامر سيادتك. متشكر وانا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. وبقولها ان يمكن في الاول واحنا بنشتغل الكلام ده خلال الخمس ست سنين اللي فاتت الناس ما كانتش متصوره ايه اللي احنا بنعمله. النهارده الناس بالاستخدام الفاعل والممارسه العمليه عرفت اللي احنا بنعمله ده نتائجه عامله ازاي. بشكرك واشكر لرجالتك اللي بتعملها. شد حيلك. متشكر يا احمد. كما قام السيد الرئيس بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة. أعمال تنفيذ وإنشاء طرق ومحاور جنوب القاهرة وربطها بعواصم المحافظات والعاصمة الإدارية الجديدة وبعد الانتهاء بنسبة تنفيذ 100% من محور حسب الله الكفراوي الذي يربط طريق الأوتوستراد القادم من مصر القديمة والقادم من حلوان بالطريق الدائري ومنه إلى شارع 9 والهضبة الوسطى وحي الأسمرات بالمقطم ومحور ياسر رزق وطريق الكورنيش الذي يتم تنفيذه حاليا يا فندم. سيادتك صدقت يا فندم بإنشاء وتطوير شبكة طرق بمنطقة زهراء المعادي بإجمالي أطوال 35 كيلو متر ومنها طريق ومحور سين صاد الذي يربط طريق الاوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي وتنفيذ محور محمد عزت عادل باجمالي اطوال 12 كيلو متر 5 حاره مروريه لكل اتجاه. سيادتك يا فندم تم حل المشكله المروريه بتقاطع الطريق الدائري بمنطقه كارفور. سيادتك صدقت بتنفيذ كوبري للقادم من المنيب والقادم من المنيب والقادم من القاهره الجديده الى المعادي. سيادتك يا فندم تم ربط نفق السخنه ومحور الشهيد بمحور محمد عزت عادل عن طريق إنشاء شبكة الطرق الداخلية 5 حارة مرورية لكل اتجاه. النقطة اللي سيادتك مشرفنا عليها فندم هي تقاطع محور محمد عزت عادل مع طريق العين السخنة والمتضمنة إنشاء نفق بطول 160 متر 5 حارة مرورية لكل اتجاه وإنشاء اللوبات والرمبات اللازمة لتحرير الحركة في ذلك التقاطع. وبالفعل فندم تم الانتهاء من أعمال الرمبات وذلك لضمان استمرار المرور فوق طريق العين السخنة من القاهرة وإلى العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعكس كده. فندم احنا قدرنا نربط محور محمد عزت عادل ومنطقة جنوب القاهرة بالمحاور نفق محور الشهيد ومنه إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.
احنا فندم ان شاء الله تاريخنا الاعمال الانشائيه بالنفق خلال شهر يناير، وبعدها فندم انزل اعمال الطرق، لان فندم ارتفاع قطع طريق السخنه يصل الى 30 متر. برضو الكلام اللي انا بقوله ايهاب وبقوله للزميل محمود، لو انتوا في بعد وجودكم في المنطقه ديت خلال فتره العمل اللي فاتت شايفين حاجه تانية تتعمل وما يعني تمام فندم على بس علينا وقولوا لنا امتى بقى هنخلص كده بالطريقه ديت. سيادتك باذن الله نفق الخرسانه باذن الله اخر السنه باذن الله اخر شهر واحد، ان الرد من فوق 30 متر باذن الله اخر شهر دي هنكون خلصانه طريق كوبري الشيخ. معلش بلا احنا هنفتح كده كده هنفتح بدل ما نخليه خمس حارات خليه ست حارات كده يشتغل، عشان بحيث ان احنا لو حتى يبقى في فرصه من حاجه يبقى ده تمام مش خمسه تمام مش خمسه يبقى سته تمام ماشي اه شكريك.